سامح كي وليد على الجانب البدني، انت نعرفك مقرب شويه من الكوليس وفي الترجي، تربصت ورقه برشا قال انه تخدم المشي للجانب البدني، هل صحيح هذا وليد ولا لا؟ وشنو تخدم بالضبط وعلاش هل اصلا تربص هذا علاش تعمل؟ اي اكيد هو راه التربص سليم كان باش يتعمل اللي نعلم به انا مش الاسبوع الاخرين، الاسبوع قبل الاخر وكان بريفيو باش يرجعوا للحديقه الاسبوع الاخير باش يكملوا البرنامج تاع التحذيرات في الحديقة، لكن آخر وقت صار التغيير. صحيح خدمه من الجانب البدني، لكن ما نتصورش في الجمعة الأخرى سامي بيشتير خدمة متاع بدنية. الخدمة البدنية تصير زوز الأسابيع الأول كما قال لك، الخدمة توا آخر عام أكيد الخدمة البدنية الكل تخدمت، لكن اللي سامعوا أنا والأصداء اللي وصلت لي من تربص تبرقة اللي فما برشا من العباد القوا ما كانوش موجودين في المقابله، مثلا علي المرزوقي وعبد الرحمن مزيان وديان. زيدك معلومه حتى في الاوبوزيسيون اللي تعاملت، هو الترجي لعب بعد الجمعه الاولى من التحذيرات لعب مع المنتخب الوطني الاواسط الاولمبي تاع مال الكنزاري، طلعوا ليكيب ناسيونال الاولمبيك اللي فيه زوز من الفريق زياد بريمه فاروق الميموني، لقاء انت واحد واحد قعد يلوج التراجع على منافس اخر الاسبوع اللي بعده، كي ما لقاش صارت اوبوزيسيون بين الفريق الاول والفريق الثاني، الفريق الثاني هو اللي ربح. المستوى تاع الفريق الثاني كان خير من المستوى تاع الفريق الاول. في تبرقه كيما قلت لك الاصداء اللي جات تعلق عبد الرحمن مزيان، وهذاك عليه تحط على البنك بعد كان فتره طويله خارج الحسابات بالكل معناتها عبد الرحمن من ماتش الجزائر وحتى صار بعض الحافجات غادي كيف في كيف عليه المرزوقي. لكن شو هذا تقعد اختيار، انا ديما نقول المدرب هو قريب للجروب ونحترم القرارات تاعو، هو يعرف اكثر شكون الجاهز، واكيد ما فماش مدرب تكون عنده اسلحه يعرفها باش تعاونه في الاقامه والتعليم. كلامك وليد ويدعم، وخاصه انه اللي يلعب في البوست نتاع مزياني واللي هو حمد الهوني ما كانش في النيفو نتاعو. هذا اللي نحب نسال عليه سامي وسلمونجي، حمدو تخلقت له سلمونجي وضعيات تاع واحد ضد واحد مع اكرم توفيق اللي هو في الاصل ماهوش ظهير ايمن، ظهير ايمن تاع الاهلي محمد هاني مصاب، والظهير الايمن الثاني اللي هو احمد رمضان بكام كيف كيف في اخر وقت تضرب وعنده مشكله مسكولير ما حضرش. لكن مع هذا حتى على المستوى الفردي ما نجموش نشكوا في قيمه حمد الهوني سامي. ما نجموش نشكوا، لكن انا قلت لك خسرتي، قلت لك اون بيردي خسرنا البوينت فيتيس نتاع جوارات في الكوره، في الكوره لو سي سي من اول ماتش فما فرصه كان يمكن يمكن ليني داتاك نتاعنا في البيريود الاخرى الناس الكل معناتها متصوره يلوموا على ليني داتاك نتاعنا، ما ليني داتاك ماهيش قاعده تمركي ماهيش في الفريشير نتاعها. من وراء الانتدابات نتاع عبد الباسط واللاعب توغي، انا باش نقول لك حاجه سامي تريز امبورطون، انا حكينا في البلاتو مع خويا اسلام مره سكو اليوم الاشكال الكبير اللي في الترجي الرياضي التونسي سكو كي تسمع انت دونك جو بونس كي دي بروبليم انترني اللي ما نعرفهمش، كي تسمع انت حتى اخونا معين بعد المباراه قال اسمه نتاعنا انيس البدري ترانا مره بركه ويلعب، ولو انا ما نمنش بالحكايه وحمدي الهوني من اللي عمل برولونغاسيون دو كونترا وشوفها بالكدا بالكدا ما عادش حمدي الهوني اللي شفناه قبل من اللي عمل برولونغاسيون دو كونترا. شنو السبب؟ الله اعلم. حاجه اخرى اللي اليوم الملاعبيه اللي ينشطوا في الترجي الرياضي التونسي وتجي تقول لي انت انا جو نو كرو با اون سكوند على على البريباراسيون والبريباراسيون لو جور جي تي دو تيتر. علاش باش نعطيك ان اكزامبل صار في الكره ومحلاها الكره عام 1990 وقت اللي صارت حرب يوغوسلافيا، تنحات يوغوسلافيا وعيطوا ليكيب اللي هي اسمها الدنمارك في الشامبيون دوروب دي ناسيون، منهم جورات اقسم بالله العظيم قبل اسبوع ثاني في جربه اللي فرير لو درو في جربه حضرت عليها وما غير تحضيرات ما غير حد شيء، وانا في البطو وهما في الدومي فينال، قلت لهم وصلوا الدومي فينال قالوا لي قلت لهم انا باش يهزوا الشامبيون. اي سي المنجي استثناء لا يثبت القاعده مهم التحضير سينو تولي كل عام عشتم داكور. اما اليوم راهو لي ماتش معناها اونتر تو تجي تشوف انت في الكوره لازم الناس تعرف حاجه اللي اليوم كي تلعب في الكوره اليوم في وتبارك الله يعرف خويا سامي خويا وليد كي تلعب باغ اكزومبل ديفونس كونتر اتاك في لونترينمون سي جينيرالمون 98% لي ديفونسور اللي يرفع. علاش؟ خاطر لي ديفونسور ديفوند لي اتاكون لي صافي با ديفوند. سي مونجي انا مثلا هنا نحب نتسائل سؤال، هل من قبيل الصدفة مثلا زوز أحسن بلعبية في الترجي حسب الجماعة الفنيين الكل في اللقاء
كانوا عبد القادر بدران ومحمد علي بن رمضان. هل من قبل الصدفة انهم الزوز هذوما لعبوا وكان عندهم النسق وكانت عندهم الكومبيتيسيون مع زوز منتخبات نتاعهم؟ محمد علي بن رمضان مع المنتخب الوطني التونسي هو وليد الهنا فعلا مع حتى الاهلي كانوا قايدين اي كيف كيف وليد باش نسهل كذا من اول العام الترجي وقلت انا الثلاثه اللي عامل عليهم الباز ديسبيرونس ثلاثه ملاعبين اللي هما ستابل ستاتيو نتاع ديسبيرونس بدران التالي بن رمضان في الوسط والهوني القدام هذوما ثلاثه ديسبيرونس من اول العام وين يغيب واحد تتربث الجمعيه سواء كان غابنا الهوني القدام الاتاك ما تمشيش وكان يغيب لنا بالرمضان في الوسط والا كان يغيب لنا بدران التالي ولو انه عنده برشا ماهوش في البريود الاخرى الهوني مش ماشي في البريود الاخرى الهوني ملي تضرب والا رجع ملي وقع البرولونغاسيون دو كونترا الهوني ملي تضرب يكون كلمتي ليني داتاك المونجا سهل شويه ليني داتاك علاش ما خدمش ليني داتاك في لاتاكونيت تم انواع داتاكونيت تم تاكون دانتيريور يسين بربي بس خمسة لدي نكمل لك جست حكينا حتى على الانيماسيون اوفونسيف هذه هي الانيماسيون اوفونسيف ثم انواع نتاع لي زاتاكون ثم اتاكون دانتيريور وثم اتاكون اللي هو يجي على ساق اليمين يبدا يلعب اليمين كما البلايلي يحب يدخل الكره في الداخل ويكمل يشوت وقال لك هذاك تسمى اتاكون دانتيريور وثم الاتاكون اللي هو يشد الكروار ويسنتر اللي اتاكون اللي ثم الاتاكون اون بوينت احنا نلعبوا بثلاث نلعبوا باتاكون على اليمين واتاكون على اليسار واتاكون في الوسط هكا ولا يعني نسموه لاتاكون احنا الوسطاني هذاك نسموه تاكون دي سيرفاس ولا تاكون بيفو تاكون هذوما لاتاكون الوسطاني هو اللي فوالا باه الهوني اتاكون دانتيريور شنو يلزمو اتاكون دانتيريور ما باش يدخل الوسط يلزمو انا ريير يطلع يسنتر يعمل له شوا ثانيه يعمل له سوليسيون ثانيه الشتي في الحالات الكل ماهوش ريير يطلع مش معلول نجي لاتاكون احنا يعني ما نوفقكش برشا سيني خلاص قداش من تلعب مش ديما يطلع مش كيما التوزيعات نتاعو بعيده برشا مش ديما يطلع نجيو لاتاكون ايلي تويك اللي هو توغي اتاكون ايلي ماهوش اللي فلاس مش ماشي ليه راه الفلاس هو يلزم صريح هو يلعب فيها تاكون ايلي خاطر هو على ساقو اليمين يلزم يكمل بسونتراج ولا يكمل بروتري خاطر ما ينجمش يعمل اتاكون دونتيريور خاطر ماهوش غوشي باش يدخل على ساقو اليسار ويشوت ماهوش ميسي باش يدخل على ساقو اليسار ويشوت دونك يتسمى اتاكون ايلي خاطر اتاكون على ساقو اليمين ويلعب على اليمين هنا لاتاكون ايلي انت حطيت اتاكون ايلي وحطيت النقاز باش يطلع انت عملت بلوكاج للنقاز نورمالمون تحط اتاكون دانتيريور في الميكرو سيمي نورمالمون تحط اتاكون دانتيريور المشكله مش هو المقابله يا سيمي تصير في بلوكاج هذا هو اللي صاير في الاوفونسيف هذا نحكي عليه في الانيماسيون اوفونسيف تو كيفاش الانيماسيون اوفونسيف ما تدخلش عليك تلعب دوزارير دروا فوالا والاخرى تلعب باتاكون دانتيريور وماكش تلعب بلي